بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 13 من الكتاب 49، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب استحباب خفض الصوت بالذكر، هذا على الإطلاق ما لم يأتي الشارع باستحباب الجهري. يبقى إيه الجهر بالذكر؟ فيما استحبه الشارع. طب وفيما فيما سكت عنه الشارع يستحب بعد كده عدم إيه الجهر إيه بخفض الصوت بالذكر، لأن ورد الجهر بالذكر في الصلاة الجهرية في الركعتين الأولين من صلاة المغرب والعشاء وفي ركعتي الصبح في جهر بالذكر، فهذا أمر مستحب. وكذلك ورد الجهر بالذكر في التلبية للحاج، وكذلك الجهر بالذكر في تكبيرات العيد وفي تكبيرات صلاة العيد بعد تكبيرة الإحرام، يكرر التكبير قبل القراءة مع الجهر للإمام والمأموم. وورد أيضا جواز الجهر بالذكر في ختام الصلاة للتعليم، كما ورد في حديث ابن عباس في البخاري: كنا نعلم انتهاء الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسماع التكبير في المسجد في غير صلاة العيد، كأنه كانوا يختمون الصلاة جهرا. إذا كان لغرض التعليم لا بأس، أما غير ذلك فإيه؟ فالإصرار بالذكر مستحب، هو المستحب. احنا بنقرأ الذكر جماعي مع بعض جهرا صباحا لتشجيع بعضنا البعض ولضبط القراءة ولضبط الوقت، لأن لو تركنا كل واحد يذكر في سره لانتهى في وقت غير الآخر، وإحنا عندنا بعد ذلك درس، فلضبط موعد الدرس بنجهر بالذكر جماعة حتى نضبط موضع الدرس فتزول الكراهة. أولا لضبط وقت الذكر وضبط وقت الدرس، ولتعليم الجديد كيف يذكر فلا يخلو من تعليم، ولدفع الكسل، لأن أحيانا لما تيجي تذكر لوحدك في وقت بعد صلاة الفجر بالذات وتكون سهران حتنام، لكن لما تيجي تجهر بالذكر مع الجماعة تطرد النوم. وعشان كده سيدنا عمر بن الخطاب لما كان يصلي الليل كان يجهر يعلي صوته، فسألوا النبي: ليه كده يا عمر؟ قال: أسمع النائم، أوقظ النائم وإيه؟ وأوقظ نفسي علشان ينشط نفسه وأطرد الشيطان. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ خفض شوي، ما قالوش بقى ايه ما تجهرش، قال له بس ايه ما تعليش صوتك قوي، صحي الجيران. وسيدنا ابو بكر كان يسر في صلاة الليل، فسأله النبي قال: اسر، فاني ايه اسمع قريب مش محتاج اجهر. فقال: ارفع صوتك قليلا يا ابا بكر. وكأن الرسول اخرج كل واحد في عبادته من اختياره لاختيار الشارع، حتى لا تعبد على اختيارك وهواك، بل تعبد على اختيار الشارع، فلا تعبد بالهوى، وده تربية نبوية عظيمة، فلا تعبد بهواك ولكن اختار ما اختاره الشارع ولو كان يخالف هواك. باب استحباب خفض الصوت بالذكر، وهنا خفض الصوت مش معناه في السر على فكرة، معناه إذا جهرت لا تجهر جهرا يعني يؤذي من حولك ويؤذيك، لأن ممكن واحد يجهر يؤذي حتى حنجرته يبح صوته، فما تنفعش الحكاية دي. في ناس تعمل تلبية عمرة تلاقي تاني يوم بعد العمرة صوته طالع، ليه يا ابني؟ أصل كنت بلبي امبارح. طب وليه تجرح صوتك؟
اجهر لكن دون ان تؤذي نفسك. فهمت؟ يبقى خفض الصوت ليس معناه يعني عدم الجهر، بل معناه الجهر بطريقه معتدله. وعنه قال بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 37 بعد 7000، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل وأبو معاوية عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فجعل الناس يجهرون بالتكبير. طبعا في السفر أما يصعدوا يكبروا، ولما ينزلوا يسبحوا، وهم ماشيين في اراضي جبليه كل شويه صعود، فكل ما يجوا يصعدوا الله اكبر الله اكبر صوت عالي جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ ايها الناس اربعوا على انفسكم، يعني ايه؟ اشفقوا على انفسكم بالرحم، اربعوا على انفسكم يعني اشفقوا عليها، لا ترهقوا انفسكم، يعني انكم ليس تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. قال: وأنا خلفه وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: يا عبد الله ابن قيس، ده اسم أي؟ أبو موسى، أبو موسى الراوي اسمه عبد الله بن قيس. فقال: يا عبد الله ابن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله. لأن الكنز هو الشيء الثمين الذي إذا أخذت منه لا ينفذ، هذه معنى الكنز. فعشان كده لا حول ولا قوة إلا بالله أولا ذكر ثمين، يعني إيه؟ ثوابه عظيم. ومش كده وبس، وإذا أخذت منه استمددت من قوة القوي التي لا تنفذ، واستعنت بمن يعينك ولا يغفل. فهي كنز، كلما استعنت به أعانك وأمدك ولا تنفذ، هي خزائن مولاك. عشان كده كلما تجد في نفسك ضعف قل لا حول ولا قوة إلا بالله، تجد النشاط دب فيك. يعني مثلا راجع تعبان والعيشة دنت وانت تعبان طول النهار شغال، تقول ايه؟ انا هتوضى واصلي جنب السرير، مش هقدر انا اروح انزل اروح الجامع، ما انا تعبان. عارف قلت لو قلت لا حول ولا قوه الا بالله وانا فضت الكسل جالك مدد، تقوم تتوضى وتنزل تصلي وتطلع كمان يمكن تقرا لك جزء قران بعد ما كنت خلاص هتنام، لانك استمددت القوه من الله. لو وكلت نفسك لنفسك وجلت نفسك للضعف والعجز والجهل والغفله والشهوة، ولكن توكل على الله ينشلك من هذا كله إلى قدرته وقوته وعلمه وإرادته. عشان كده كلما ضعفت قل لا حول ولا قوة إلا بالله، تستعين بالله، تستمد من هذا الكنز، زي ما كلما أفلست تفتح الخزنة وتاخد من المال اللي انت شايله، تقوم ايه؟ يبقى باستمرار معك أموال، فده كنز من كنوز الجنة لا تغفل عنه. وعن أبي قال حدثنا ابن نمير وإسحاق بن إبراهيم وأبو سعيد الأشج جميعا عن حفص بن غياث عن عاصم بهذا الإسناد نحوه. وعن أبي قال حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا التيمي عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه. أبو موسى اسمه إيه؟ عبد الله بن قيس، لسه شايفين اسمه في الحديث اللي قبل كده. عن أبي موسى رضي الله عنهم أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم يصعدون في ثنية، قال: فجعل رجل كلما على ثنية نادى لا إله إلا الله والله أكبر، بينادي بعلي صوته خالص، يعني هو أذان. قال: فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تنادون أصم ولا غائبا. قال: فقال: يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة؟ قلت: ما هي يا رسول الله؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله.
وعن أبي قال وحدثناه محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثنا أبو عثمان عن أبي موسى قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. وعن أبي قال حدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فذكر نحو حديث عاصم. وعن أبي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزاة فذكر الحديث وقال فيه والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم. وطبعا ده قرب إيه يعني مجازي، بل هو أقرب من ذلك كمان، هو أقرب إليك منك، أقرب إليك من حبل الوريد، فهو الباطن الذي ليس دونه شيء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيقرب لهم الحكاية على قدر إيه ثقافتهم وعلومهم صلى الله عليه وسلم. والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم وليس في حديثه ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله. وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر ابن شميل قال حدثنا عثمان وهو ابن غياث قال حدثنا أبو عثمان عن أبي موسى الأشعري قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة أو قال من كنز من كنوز الجنة، فقلت بلى، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله. وهي معنى الاستعانة، مش أنت بتقول إياك أعبد وإياك أستعين، علامة الاستعانة وذكر الاستعانة لا حول ولا قوة إلا بالله. فالاستعانة لها ذكر كما أن العبادة لها ذكر، فهو ذكر الاستعانة. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا، وقال قتيبة كثيرا مكان كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا الذكر دعاء يقال بعد التشهد وقبل التسليم، ده موضعه في الصلاة بعد التشهد وقبل التسليم، بعد الاستعاذة من القبر، عذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، بعد هذه الاستعاذات تختم بالدعاء البكري الموصوف لسيدنا أبي بكر الصديق ومن خلاله إلى سائر الأمة، ثم تسلم تقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما، ولما تدعو تقول كثيرا كبيرا عشان تجيب الرؤيتين في الدعاء. لكن في الرواية جاءت من طريق كبيرة ومن طريق كثيرة، فهي طريقة، لكن عند الذكر بتجمع الروايات، فتقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، وبعدين تسلم من الصلاة. وعن أبي قال وحدثنيه أبو الطاهر قال، وفرق بين الكبير والكثير على فكرة، الكبير يعني حجم الذنب والكثير عدد الذنب، فهم؟ ففي فرق في المعنى برضه، فقد يكون الظلم كبير يعني حجمه كبير وواحد، ولكن لما تقول كثير يبقى الظلم كثير عددا، يبقى كبير حجما وكثير عددا، فهمت؟ فلما تجمع بينهما يبقى احسن، مفيش تكرار يعني، ده بمعنى وده معنى. وعن أبي قال وحدثنيه ابو الطاهر قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني رجل سماه وعمر بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني يا رسول الله دعاء أدعو به في صلاتي وفي بيتي،
ثم ذكر بمثل حديث الليث غير أنه قال ظلما كثيرا بغير تردد. يعني باب التعوذ من شر الفتن وغيرها. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي بكر قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم فإني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم فإني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم. أدعية نبوية عظيمة تحاول تجمعها وتكتبها وتواظب عليها حتى تحفظها. كان يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم فإني أعوذ بك من فتنة النار، فتنة النار اللي هو عذاب النار، فتنة النار وعذاب النار، فتنة النار اللي هو ما يؤدي إلى إيه؟ إلى النار. يبقى فتنة النار ما أدى إليها، وعذاب النار ما حدث فيها. واضح؟ يعني أنت ساعات تقول اللهم إني أعوذ بك إيه؟ من كل قول وفعل يقربني إلى النار، فكل قول وفعل يقرب الإنسان إلى النار اسمه فتنة النار، لأنه يجعله يفتن بالنار. أما عذاب النار فهو العذاب الفعلي. يبقى الفتنة ما يؤدي إليها، والعذاب هو ما وقع فيها، فما فيش تكرار برضه. أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر، وفتنة القبر اللي هو سؤال القبر، وعذاب القبر الذي ينبني على الفشل في إجابة سؤال القبر، ومن شر فتنة الغنى. وفتنة الغنى ألا تؤدي شكر الغنى بأن تبخل بمالك عن نفسك وعن من يجب النفقة عليهم أو عن الفقراء، أو أن تتبطر وتتكبر بمالك وبغناك وتستغني فتطغى، دي كلها فتنة الغنى، وتتعالى على الناس. ومن شر فتنة الفقر، وفتنة الفقر عدم الرضا وعدم القناعة والوقوع في الشبهات من أجل الحاجة والحقد على الغني، وقد يوقعه في السرقة وفي الاختلاس وفي تناول الحرام، كل دي فتنة الفقر. وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. وفتنة المسيح الدجال تقوم على النساء والمال، هي دي فتنته، النساء والمال، يفتن الناس بهذا بالدنيا، المال هي الدنيا والنساء الشهوة. وعشان كده تلاقي أمريكا كلها قايمة على المال والنساء، على الإغراء وعلى السجود للدولار، هم بيعبدوا الدولار، الدولار اللي هو رمز المال. يعني هم نفسهم يقولك لا نثق إلا فيه، شفت؟ لا يثق إلا في الدولار، في المال، فهم دجالين. والآن نشر الصور العري للنساء وإظهار النساء في الصور كأنهم سلع يعرضوها في الأسواق، سلع، فامتهنوا المرأة وأهنوها. لما يعرض عن أي سلعة، سواء هذه السلعة تركب أو تلبس أو تؤكل، لابد أن يأتي بامرأة عارية بجوار هذه السلعة. إيه علاقة المرأة العارية بالسلعة التي تلبس أو تؤكل أو تشرب؟ شيء عجيب. فهم الذين امتهنوا النساء، سلعة يعني مال، ويجيب جنبها امرأة عارية يعني شهوة نساء. والنبي اختصر فتنة الدجال أنها النساء والمال، فربنا ينجينا. فلا تلتفت إليهم وإلى شهواتهم. من شر فتنة المسيح الدجال: اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد
اغسل الخطايا يعني طهرني منها، لأن الماء طهور بماء الثلج والبرد. واستدل الإمام الشافعي على أن الثلج والبرد من الماء الطهور الذي يصح الوضوء به من مثل هذه الأحاديث. فقال الماء الطهور هو ماء البحر وماء البئر وماء النهر وماء الثلج وماء البرد. هذه مذهب الشافعي، جابوا منين الكلام ده في الفقه اللي هو ما يجوز به الوضوء من أدعية النبي؟ يعني لو لم تجد إلا ثلج فسيح الثلج وتوضأ بمائه، فاهم؟ وكذلك البرد. ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، لأن القلب خلقه الله أبيض بياض الفطرة، ثم تسوده أدناس الخطايا والمعاصي والذنوب والغفلة، فيظهر السواد المعاصي في وسط بياض الفطرة كما يظهر الدنس على الثوب الأبيض. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقلب النبي معصوم من ذلك، ولكن النبي يريد أن يعلمنا ويلقننا ما ينفعنا. ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم فإني أعوذ بك من الكسل. والكسل غير العجز، الكسل هو عدم الهمة مع سلامة الأعضاء، أما العجز فهو إيه؟ هو عجز الأعضاء. يعني واحد عاجز إما يكون أعمى أو أعرج أو به عاهة في جسده، يبقى اسمه عاجز فلا يستطيع أن يقوم أو يتحرك. إنما الكسلان أعضاءه سليمة لكن ما عندوش همة يعني، فالعجز في همته، فهم؟ الكسلان العجز في همته، والعاجز الكسل في أعضائه، فهم؟ عشان كده كان يستعيذ من العجز والكسل، مفيش تكرار، ده حاجة وده حاجة. فإني أعوذ بك من الكسل والهرم، والهرم بفتح الهاء، كده ما تقولش الهرم، مفيش حاجة اسمها كسر هاء فيها، الهرم. والهرم كبر السن الذي يؤدي إلى الخرف وعدم معرفة ما يصلحه، لكن مطلق كبر السن مع دوام العقل فده ممدوح في الإسلام، خيركم من طال عمره وحسن عمله. أما الهرم المستعاذ منه وهو كبر السن الذي يؤدي إلى الخرف، يسموه أرذل العمر، فيبقى خرفان، مش دريان بالأوقات ولا دريان بالأحداث ولا دريان حتى بأقاربه ولا حتى يشعر بنفسه، اللي احنا نسميه دلوقتي الزهايمر. الزهايمر وبقى يجي بسن ايه؟ صغير، بسبب التلوث، لان التلوث بالملوثات الكثيرة في الجو وفي المياه وفي المطعومات بتؤدي الى ضمور في المخ، فبقينا نشعر بالالزهايمر. يجي الناس عندهم 40 سنة و50 سنة و60 سنة ويبقى شاب عنده 20 سنة يقول لك ده انا ناسي، بنسى بسبب التلوث، تلوث المطعوم والمشروب وتلوث حتى الهواء الجوي الذي ايه نتنفسه بسبب عوادم المصانع وانتشار ايه كثرة الرصاص في الجو. كل ده يؤدي الى ضمور في المخ، والمخ موضع الذاكرة والانتباه والادراك. فاذا اصيب بعطب مرض جديد اسمه الزهايمر اللي هو الخرف، اللي كانوا زمان يسموه ايه الخرف. كان الخرف زمان ايام ما كانش فيه تلوث كان يجي للانسان بعد ما يعدي 100 كتير، يعني ممكن يعدي 100 ويبقى في كمال عقلي، كان زمان كده كتير يبقى عدي 100 وفي كمال عقلي، لكن احنا دلوقتي يعني بيظهر الالزهايمر ده في سن صغير. يجي لك واحد عنده 55 سنة وعنده الزهايمر، درجة كان موظف محترم ما بقاش يعرف يأدي وظيفته خلاص، ومش عندوش ادراك الصبح في الساعة كام وقاعد فين وفي اي حتة والنهاردة ايه ومين اللي قدامه، يبقى قدامه ابنه يسأله على ابنه، يبقى قدامه ابنه محمد يقول له هو فين محمد، يكلم ابنه محمد يقول له هو فين محمد، يعني مش عارف الاشخاص. كل ده ايه اسمه الهرم، فربنا ينجينا من هذا. فاني اعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم
والمغرم. والمأثم اللي هو ايه؟ الخطايا والذنوب، المآثم يعني. المأثم هو فعل المعاصي، والمغرم الدين، انك انت تستدين وتصير ايه؟ غارم. غارم يعني ايه؟ مدين. الغارم هو المدين، يعني الذي ارتكبته الديون. فكان النبي يستعيذ من ذلك كله، ونحن نستعيذ بكل ما استعاد به النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله بكل ما سأل به النبي صلى الله عليه وسلم لنا ولأحبابنا وذرياتنا وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وسائر المسلمين. وعن أبي قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن هشام بهذا الإسناد. باب التعوذ من العجز والكسل وغيره، وعرفنا الفرق بين العجز والكسل. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علي قال وأخبرنا سليمان التيمي قال حدثنا أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم. الجبن يمنعك من مواجهة الأعداء ويطمع فيك الأعداء فيجعلك مقهور مذلول مظلوم إذا ارتكبها، إذا إيه؟ إذا استبد بك الجبن، يعني الجبن ضد الشجاعة، فإذا جبنت طمع فيك عدوك فأذلك وظلمك فتعيش عيشة المهانة. والنبي صلى الله عليه وسلم يريد العزة للمؤمنين، فكان يستعيذ من الجبن المؤدي للمهانة الذي تؤدي إلى المذلة. والله يقول إنما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، لأن البخل يؤدي إلى عدم أداء الحقوق المالية، وبالتالي يظلم من وجب النفقة عليهم فيخرجه من دائرة العدل إلى دائرة الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. وأعوذ بك من عذاب القبر، وهذا إثبات لعذاب القبر في السنة النبوية الصحيحة الصريحة، يرد على من أنكر عذاب القبر. والعجيب اللي بينكر عذاب القبر ده كأنه مات ودخل القبر ورجع تاني قال لنا أنا دخلت القبر ما فيش عذاب ولا نعيم. أنت إيه عرفك وأنت مت قبل كده؟ دي أمور غيبية لا تعلمها، وبالتالي عليك أن تسمع كلام الأنبياء لأن هم الذين يوحى إليهم، هم الذين يطلعهم الله على الغيوب. فبأي حق يعني تمنع انت هذا؟ هل هذا يحيله العقل؟ يقول اصل احنا حطينا اجهزة وكاميرات عشان تصور في القبر، لا صورت ولا سجلت، لا سمعنا صوت ولا شفنا صورة، هذا لا يدل. طب حط جهاز كده جنب واحد نايم والنايم ده بيحلم انه بيعمل عمر، هتصور له الكعبة؟ مش هتصور حاجة، هتفضل مصورة واحد نايم، لكن هو يصحى يقول لك انا كنت حلمت ان انا بعمل عمره امبارح، فالكاميرا ما سجلتش لكن مخه سجل. فهمت بقى ازاي؟ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، عذاب القبر لا يبصر ولا يسمع وبالتالي لا يسجل، لكن موجود. هل انت بتسمع كل مسموع ولا بتبصر كل مبصور؟ مبصر يعني ما بتسمعش. عارف انت بتسمع يعني ما بين الحوالي 20 ميجا هرتز، من حوالي 4 ميجا هرتز لحد 20 ميجا هرتز. طب في فوق المسموع وفي تحت المسموع، في موجات تحت المسموع، موجات صوتيه تحت مسموع وفوق مسموع. عشان كده يقول لك جهاز الموجات فوق الصوتيه، دي اصوات انت لما بتروح تعمله وتحط كده على بطنك، وده جهاز بيعمل اصوات. بتسمع حاجه؟ لانها موجات لا تسمعها اذنك لكنها صوت، ممكن يسمعوا الكلب والحمار والديك لكن ما تسمعوش انت. يعني الكلب بيسمع عذاب القبر، عشان كده ما تلاقوهمش يعيشوا في القبور. الكلاب ما تقدرش تعيش في القبور، ابن ادم عشان ما يعرفش ولا بيسمع عايشين في القبور عادي، ويتفتح التلفزيون وقاعد يسمع المسلسل جنب القبر ولا همه حاجه لانه مش سامع حاجه. الكلب ما يعملهاش، يخاف يروح يسمع المسلسل على القهوه هناك، الكلب ما يرضاش يقعد عند القبر. ليه؟ لانه اذن الكلب تسمع غير اذنك انت.
درجة ان الكلاب نفسها تحس بالزلازل، موجات الزلازل قبل ما تحدث بعدة ساعات، تلاقيها بتجري. وعشان كده في اليابان وفي بلاد اللي فيها زلازل كتير، اول ما يشوفوا الكلاب بتجري بلا سبب يعرفوا ان هيجي زلزال بعد عدة ساعات، يقوموا يستعدوا. يبقى احنا تقول لي ما فيش عذاب قبر عشان حطيت جهاز تسجيل وكاميرا، ده انت جاهل قوي، جاهل قوي ايها الجاهل. الكاميرا بتاعتك بتصور موجات من الضوء ضئيلة جدا، لكن ما بتصورش كل اللي خلق الله من الضوء. فهمت بقى ازاي؟ وبالتالي عذاب القبر موجود لانه من السمعيات، لا ندركها ونحن في الدنيا، لاننا محصورون في الدنيا بامكانيات محدودة، نسمع حاجات ولا نسمع اشياء، نرى اشياء ولا حوالينا الوقت ملائكة حاضرين معنا الدرس، وفي جنة حاضرين معنا الدرس. طب انت شايفه؟ مش شايفه. هو انا علشان مش شايفهم مش موجودين؟ شيء عجيب والله. فهمت ازاي؟ فده وبالتالي اللي بينكر عذاب القبر عشان حطوا كاميرات مصوره وما لقوش، يبقى ده انسان جاهل. طب ما انت هتنكر في الاخر ربك، وانت شفت ربنا؟ هات لي كاميرا كده صورت ربنا. طب سمعت ربنا؟ لا، انا حطينا جهاز تسجيل طول الليل عشان نسمع بس ربنا بيقول في الثلث الاخير من الليل هل من مستغفر واستغفر له؟ ما لقيناش ولا صوت، يبقى ما فيش ربنا. ده منطق؟ هذا هل هذا منطق يرضى بيه ربنا ولا يرضى بيه انسان عاقل؟ اذا كان النبي بيقول اعوذ بالله من عذاب القبر والنبي صادق امين ولا يتوهم اشياء ولا كان عنده اوهام، والله لو ما صدقتش يبقى انت بتقول ان الانبياء بتتوهم، واللي يقول كده يبقى كفر. فاهم؟ فالمساله خطيره، فلا بد انك انت يكون عندك في السمعيات التصديق الجازم، لانها خرجت من الصادق الامين الموحى اليه المبلغ اللي هو الاعتقاد في النبوات. فانكار السمعيات يؤدي الى انكار النبوات. فهمت ازاي؟ من الاصل. فربنا ينجينا يا سيدي. واعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات. فتنه المحيا هي ان تعيش حياه بعيده عن طاعه مولاك، وفتنه الممات ان تلقى جزاء ذلك. وعن أبي قال وحدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد بن زريع حا قال وحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر كلاهما عن التيمي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أن يزيد ليس في حديثه قوله ومن فتنة المحيا والممات. وعن أبي قال حدثنا أبو كريب قال محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن مبارك عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعوذ من أشياء ذكرها والبخل. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بهز بن أسد العمي قال حدثنا هارون الأعور قال حدثنا شعيب بن الحبحاب عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم إني أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل للعمر، اللي هو الهرم. يبقى الهرم عرفوا هنا بأرذل للعمر، يبقى الرواية دي بالمعنى، يا اما هي دي الروايه الاصليه يا اما الثانيه الروايه بالمعنى، كونه جابها في المتابعات تبقى روايه بالمعنى، ويبقى اللفظ النبوي الهرم. كويس. وان كان النبي برضه ورد روايات في ادعيه اخرى قالوا ان ارد الى ارض العمر، يبقى الراوي بالمعنى رواها بايه؟ بمعنى ذكره النبي في روايه اخرى. فهمت بقى؟ وارض للعمر وعذاب القبر وفتنه المحيا والممات. ونقف على باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.